قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ذكر هنا شرط من شروط الشفاعة، ذكر شرط واحد وهو الإذن. وقد سلف معنا أن الشفاعة نوعان: شفاعة منفية، والشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، والنوع الثاني هي الشفاعة المثبتة وهي التي خلت من الشرك، ويشترط فيها توفر شرطين: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، وذلك بأن يكون هذا المشفوع له من أهل التوحيد. فذكرت هذه الآية الشرط الأول وهو إذن الله عز وجل للشافع، لأنه جل وعلا ملك الأملاك، هو الغني، فلا يتعدى أحد لكماله وغناه عز وجل، لا يتعدى أحد في شأن الشفاعة إلا بإذنه، ليس كملوك الدنيا. الملك من ملوك الدنيا قد يشفع عنده من غير إذنه، كأن يشفع الوزير أو القريب، وذلك لأن الملك من ملوك الدنيا بحاجة إلى هؤلاء الأعوان والوزراء، فلربما لو رد شفاعتهم أو نقم منهم من غير أن يستأذنوا في الشفاعة لربما ما دبروا له مملكته، فيخشى من تلكؤ هؤلاء أو من الغدر به، وذلك لأن الشفاعة مبناها إما على جلب منفعة أو دفع مضرة، والله عز وجل هو الغني. ولذا لما ذكر الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا، ماذا قال بعدها؟ له ملك السماوات والأرض. وقال قبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له،